بسم الله الرحمن الرحيم. 2 شعبان 442 هجرية الموافقة 16/3/2021 ميلادية. المحور رياضية البعد هندسة ميزان و سين صاد قطر لدائرة مركزها ميم. سين صاد قطر لدائرة مركزها ميم. سين واو عبارة عن مماس في نقطة التماس. سين سين واو عبارة عن مماس في نقطة التماس. سين عين منتصف الوتر صادفة. عين منتصف الوتر صادفة. أثبت أن سين ميم عين واو رباعي دائري. أثبت أن سين ميم عين واو رباعي دائري. المعطيات سين صاد قطر في الدائرة. المعطيات سين صاد قطر في الدائرة التي مركزها ميم. سين واو مماس في سين. سين واو مماس في سين. وأيضا عين منتصف فاء صاد. عين منتصف فاء صاد أي عين منتصف الوتر فاء صاد. البرهان هذا شكل تدريبي لنص المثال. بما إن سين واو عبارة عن مماس في الدائرة أي مس الدائرة في النقطة سين ألا وهي نقطة التماس. إذن ميم سين عمودي على المماس سين واو. ميم سين عمودي على المماس سين واو. إذن زاوية ميم سين واو تساوي 90 درجة وهي زاوية قائمة. والكلام ده نظرية. طبقنا نص النظرية 8. طيب وبما إنه عين منتصف صادفة وبما إنه عين منتصف صادفة إذن صاد عين تساوي عين ف. وإذن ميم عين عمودي على الوتر صادفة. وبما إنه ميم عين عمودي على الوتر صادفة إذن الزاوية ميم عين واو زاوية قائمة تساوي 90 درجة. تساوي 90 درجة. والكلام ده نظري. زاوية واو سين ميم. زاوية واو سين ميم زائد زاوية ميم عين واو تساوي 180 درجة. وبما أنها زاويتان متقابلتان متكاملتان إذن الشكل سين ميم عين واو عبارة عن رباعي دائري. عبارة عن رباعي دائري.